اذا نرجع نكمل هون. الماجنتيك فلكس دنسيتي عموديه على هذه الارقام في كل المناطق هون، وعموديه على الارقام في كل المناطق هون. اذا بدنا نيجي هلا نلاقي اتجاه الفورس واتجاه التورك على هذا الروتر. اي بنستعمل قاعده استعمل قاعده اليد اليسرى لانه هذا موتور اكشن. وين اتجاه الفلكس؟ اتجاه الفلكس بهذا الاتجاه، مظبوط؟ لانه هذا المعنى الالكتريكال راح يكون بهذا الاتجاه من هون. اذا هي الالكتريكال هو حسب السلك راح يكون بهذا الاتجاه، الماجنتيك فلكس راح يكون بهذا الاتجاه، اذا الفورس راح تصير عندي، اذا راح يتكون فورس على هذا السلك نحطه مثلا بالازرق بهذا الاتجاه هيك عمودي على هي، وراح يكون دائما تانجنشال. تانجنشال ايش يعني تانجنشال؟ تماس ملامس لهي الدائرة. إذا لو كان في عندي سلك ثاني هون راح يكون بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه كل المنطقة هاي اللي موجودة هون. نيجي على الجهة الثانية من الكويل، نفس الكرنت ماشي هون، الكرنت نفسه طلع من هون. الماجنتيك فلكس دنسيتي هون متوقع إنه يكون مساوي للماجنتيك فلكس دنسيتي اللي هون، مضبوط؟ مش هي نفس الماجنتيك سيركت؟ متذكرين؟ إذا لما بدي أجي أطبق هذا القانون هون راح يكون عندي الماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه. الكرنت راح يكون بهذا الاتجاه، إذا وين اتجاه الفورس؟ إذا راح تكون بهذا الاتجاه. خلينا نطلع هذول الاثنين، هذول الاثنين الفورسز هل هم متساويين في المقدار؟ واضح انهم معاكسين في الاتجاه، مظبوط؟ هل هم متساويين في المقدار؟ نعم. ليش متساويين في المقدار؟ نفس الماجنتيك فلكس، نفس الماجنتيك فلكس دنسيتي، ونفس الكرنت اللي داخل هون طالع من هون، وهم عموديين على بعض من هون. هذول ايش بنسميهم لما جسم ياثر عليه قوتين متساويين في المقدار ومتعاكسين في الاتجاه؟ ايش اسمهم؟ عزم الازدواج. تمام، ممتاز. بالعربي ايش اسمهم بالانجليزي؟ كابل. هذول كابل. لما كابل ياثر على جسم، لاحظوا اذا عندي فورس اثرت على هذا الجسم بهذا الاتجاه، وواحدة مساويه لها اثرت عليه بهذا الاتجاه، وكانوا لينير كولينير يعني بنفس الاتجاه، ايش بصير؟ ولا ايش؟ مش هيك؟ لا بتسارع في هذا الاتجاه ولا باي اتجاه ثاني، لانه هاي الفورس بتلقي هاي الفورس من هون. لكن لو اثرت على هذا الجسم بفورس بهذا الاتجاه وفورس مساوي لها تماما بعكس الاتجاه، بس لكنهم مش خطيين، ايش بتكون عندي؟ ما بتسارع الجسم بهذا الاكسس، ما راح يتسارع، مزبوط؟ لكن بصير عندي دوران، بصير عندي تورك. هذول التنين راح يسووا تورك على هذا الجسم. هذا التورك شو بيساوي؟ التورك الاول نتيجه هاي الفورس اللي نسميها اف راح يكون مساوي لاف في ار في الراديوس، مزبوط؟ هاي المسافه هي الراديوس، والفورس هاي ايش راح يكون التورك اللي ناتج عنها؟ راح يكون فورس في هذا الاتجاه من هون. اذا اف في ار زائد اف في ار شو بيساوي التورك؟ بيساوي 2 لا ايش تربيع؟ 2 ار في اف، مش هيك؟ اذا عباره عن اف في المسافه بينهم، مش المسافه بينهم 2 ار، وهذا هو التورك اللي بينشا عن كابل، وعباره عن قيمه الفورس مضروبه في المسافه بينهم راح يتكون عندي. هلا شو راح اعمل؟ راح اعيد العمليه هاي واركب كمان كويل صغير هون، كويل صغير هون، وكويل صغير. في كل الحالات ايش راح يصير بالفورس؟ راح تكون دائما مماثل، مش هيك؟ لانه كل ما مشيت الفلكس عمودي دائما على الارجا، فراح يتكون عندي فراح اجي اعمل كمان سلك مثلا هون، ولازم هذا طبعا يكون هيك، وهذا المقابل له تقريبا هون راح يكون هيك، راح اعمل كمان واحد ممكن اعمل ستار من ستار من ستار ستار. ايش قصدك ستار يعني؟ تصير ستار سلاك راح يضلوا يتقاطعوا بنقطة. طبعا بالضبط راح يتقاطعوا، تمام، لأنه هذا السلك هلا لما يجي الخط الخلفي تبعه وين راح يصير؟ هون، وهذا وين راح يصير الخط الخلفي تبعه؟ هيك، فخلف هذا الروتر، خلف السلندر من وين راح الاقي كل الأسلاك هاي متقاطعة مع بعض. صحيح، وراح يصير عندي نفس الشيء هون، هي إكس، وهون راح يكون، وهذا هون خط متقطع بينهم وهكذا، إذا حيكون عندي كل الأسلاك هاي اللي موجودة هون إكسس، وكل الأسلاك هاي موجودة هون دوتس، اذا راح يتكون عندي تورك راح يتراكم هذا التورك الموجود. شيء ثاني، هذه عباره عن فيروماجنتيك ماتيريال، اذا ما عملت فيها شيء ايش راح يتكون اللوسز؟ احد اللوسز راح تتكون فيها هون ايدي كارنت لوسز. الايدي كارنت لوسز حتى اتجنبها شو بدي اعمل؟ بدي اعمل هون لامينيشنز، واللامينيشنز هذول راح يمنعوا الايدي كارنت لوسز اللي موجوده باتجاه الفلكس بهذا الاتجاه، راح يمنع الايدي كارنت لوسز اللي موجوده هون، ونفس الشيء هذه هون راح تتكون راح تمنع الايدي كارنت لوسز اللي هون، اذا هاي راح تكون عباره عن صفائح. لاحظ هاي القطعه اللي من هون بده يكون فيها فتحات صغيره، فتحات الجروفز هاي عشان ايش احط فيها؟ اسلاك، الاسلاك عشان اثبت الاسلاك هذه فيها، فراح تكون فيها فتحات، فكلها راح تكون فتحات بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل، وهذول كلهم راح يكون عباره عن صفائح ملزقهم كلهم بعض، ونفس الشيء هذا اذا كان الكترومغنت، اذا الكترومغنت راح يكون في عليه ماجنت، راح يكون في هون كويل يعطيني
ام ام اف بهذا الشكل من هون، اذا كانوا الكتروماجنت، واذا كانوا طبعا بيرمننت ماجنت ما في حاجه رح يكون هو نفسه في ماجنتايزيشن. هلا نيجي للشيء الثاني المهم. هلا وهذا هو عماله بلف، ايش رح تصير المشكله هون؟ اذا الكرنت ضل ماشي بهذا هون اكس هون، لو هذا السلك وصل هون وهو ماشي في اكس يعني داخل بالصفحه، ايش رح يصير الفورس اللي عليه؟ ايش كانت الفورس اللي عليه بالاول؟ كانت هيك مظبوط؟ وهلا لانها الفورس هون كيف رح يصير اتجاه دورانه؟ هيك، وهدول كلهم عليهم فورس بهذا السلك، بس في عندي مشكله. هذا السلك اللي كانت الفورس عليه هون، تخيل هذا السلك نفسه الان لما يتحرك ويوصل هون وهو الكرنت لسه فيه كاكس هيك، ايش رح يصير بالفورس؟ رح تنعكس، لانه المشكله عندي الفلكس لسه بهذا الاتجاه، بس هذا هون صار، فالفورس اللي كانت عليه هون ايش رح يصير اتجاهها هون؟ اذا عندي مشكله شو لازم اعمل؟ لازم يمشي، ترى عشان ممكن نربطهم بشافت في النص. تمام على نفس على نفس الشافت، بصير هاي شو بده يوصلها؟ بتوصلها لقدام لسه ما وصلت للجهه الثانيه. ممكن يعني يستعملوا الاسلاك هو ممكن، بس احنا بدي شيء ابسط شوي، تشرح لي شيء ابسط شوي. وين النص هون؟ بس مشكلته هون اذا صار عليه فورس ما بتعطينيش تورك. ولازم توصل الذات نفسه ماشي بس توصل الذات رح يوصله شوي من هون بعدين رح يوقف رح يصير في على تورك معكس رح يمشي بعكس اكثر من سلك ورا هون مصدوق قوة الاسلاك على اليمين مع بوصل السلك اللي وصل ذات في شيء ابسط في شيء ابسط هيك نعم ايش اعمل؟ كيف ايش اعمل بالكرنت اللي فيه؟ اصغره؟ افرمه طيب وبعدين شو اعمل؟ ولما يروح هناك رح يصير معه ما يعني هذا ايش؟ كيف بدي اعمل له اي سي؟ شو الهدف؟ ايش المطلوب اني اعمله؟ ماشي اوكي انت اقتربت من الجواب، ايش انا المطلوب اني اعمله؟ شو بدي احقق؟ نغير اتجاهه، مش هيك ببساطة احنا هدفنا نغير اتجاهه، يعني أنا بدي طريقة ايش نعمل؟ لما هذا السلك يعبر النقطة هاي يتغير اتجاه الكرنت فيه، فبدي طريقة معينة أنا بعرفش كيف راح أحققها بس على الأقل أنا فاهم شو اللي بدي إياه، ايش بدي؟ بدي أي سلك بمر على النقطة هاي شو يصير في الكرنت اللي فيه؟ بينعكس اتجاهه ويصير هيك، وأي سلك بمر على النقطة هاي خليني أحطها هون أحطها محطة ايش بدي يصير فيه؟ ينعكس اتجاهه، فبدي إذا رسمت خط من هون اي سلك موجود في المنطقه هاي شو يكون اتجاه التيار فيه؟ هون وبدي عند المنطقه هاي اي سلك موجود على هاي الجهه شو يكون اتجاه التيار فيه؟ هاي العمليه شو بنسميها؟ كوميوتيشن. كوميوتيشن معناها انه انا بعكس اتجاه التيار بالسلك. بعكس اتجاه التيار، اذا كل 180 درجه ايش عم بيصير عماله باتجاه ال كل سلك من هون مش 180 درجه اتجاه الكرنت فيه كان هيك، بعدين مش 180 درجه شو صار اتجاه فلو طلعت انا داخل السلك شو بكون الكرنت اللي عم بمشي في داخل السلك؟ اي سي شكله زي هيك. الكرنت اللي ماشي بالسلك هي 180 درجة كهربائية وميكانيكية نفسهم. لاحظوا هون الكهربائي والميكانيكي متساويين، وين ال 180 درجة الميكانيكية؟ هيها، وين 180 درجة ميكانيكية؟ 180 درجة كهربائية؟ هيها، لأنه راح يصير هون بهذا السلك ايش عند النقطة ها؟ لما عبر الاكسس هذا الخط المقطع هو نفسه الخط المقطع اللي هو النيوترال اكسس اللي موجود هون، لما السلك عبر النقطة هاي شو صار في الكرنت اللي فيه؟ انعكس انعكس اتجاهه، كان بوزيتيف هون صار نيجاتيف هون، بعدين راح يرد يصير مرة ثانية بوزيتيف هون، هاي العملية بيعملوا لي إياها بيعمل لي إياها شيء اسمه الكوميتيتر، هلا راح نحكي عن الكوميتيتر.